السلطات البحرينية قد ارتكبت ظلماً كبيراً بتنفيذ أحكام الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن إجراءات قانونية واجبة. في 30 أيار كتبت 13 مجموعة حقوقية منها Human Rights Watch رسالة مشتركة إلى الملك حمد بن عيسى الخليفة بخصوص قضيتي العرب والملالي. أثارت المجموعات مخاوفها بشأن حكمي الإعدام الصادرة بحق الرجلين بالنظر إلى الإدعاءات التي تفيد بأن اعترافاتهما انتزعت تحت التعذيب وأنها انتهكت حقوقهما في المحاكمة العادلة. قالت عائلة العرب لهيومن رايتس واتش أن المحققين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ضربوه بشدة، صعقوه بالصدمات الكهربائية، وقلعوا أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين. لم يتمكن العرب من الاتصال بمحام أثناء استجوابه، ورأى محاميه لأول مرة خلال جلسة استماع للمحكمة على حد قول أفراد أسرته. وعندما رأته عائلته للمرة الأولى في سجن الحوض الجاف، كان العرب على كرسي متحرك بسبب ضربه على ساقيه. سبق أن وثقت Human Rights Watch حالات تعذيب لدى المباحث، مثل استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق في وضعيات مؤلمة والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. قال العديد من المحتجزين الذين تمت مقابلتهم أن المحققين تفاخروا بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. بناء على هذه الأدلة، حثت المجموعات الحقوقية الملك على تخفيف الأحكام لأن الرجلين استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهما. وأيضا في رسالة موجهة إلى الملك في 11 كانون الأول 2018، عبر 3 خبراء أمميون في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الحكم بإعدام على عدة متهمين من بينهم العرب والملالي، وسط مزاعم أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب. عدم اكتراث الملك بالأدلة التي أثارها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية يدل على أنه غير جاد بشأن الإصلاح. في البحرين حالياً 12 شخص محكوم بالإعدام، من بينهم 7 في خطر وشيك بالإعدام بعد استنفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم، وهم حالياً محتجزين في سجن الجو. تعارض Human Rights Watch عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة. استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصريح خبراء حقوق الإنسان الأمميين ومختلف هيئات الأمم المتحدة. صرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً بأنه يتعين على الدول إعلان وقف اختياري لعقوبة الإعدام وتقييد هذه الممارسة تدريجياً، كل ذلك بهدف إلغائها نهائياً. الإعدام عقوبة لا رجعة فيها وأنها وحشية، وينبغي إلغاؤها على الفور.